هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من CNBC عربية. أنا طيب عبد الماجد، هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا اليوم. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو ويحذر من مخاطر على الاقتصاد. الكويت قد تخفض دعم البنزين والكيروسين في هذا الربع. 15 مليار دولار استثمارات مشروع يامال الروسي للغاز المسال. أهلا بكم من جديد. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 وحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط. وقال الصندوق إنه بعد تحقيق نمو من 3.1% في 2015 يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذا العام إلى 3.4% ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر تشرين الأول. قد تعلن الكويت عن تخفيضات في دعم البنزين والكيروسين بحلول نهاية مارس آذار بحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية. وقال إنه سيتم رفع الدعم تدريجيا في الربع الأول من 2016. وتقول الحكومة الكويتية إنها تدرس تخفيض الدعم وتقليص الإنفاق للتعامل مع العجز في الموازنة العامة الناجم عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وزير النفط العراقي قال إن العراق يريد أن تخفض شركات النفط الأجنبية الإنفاق على تطوير حقول في إطار مساعيه لتقليص العجز في الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط. وذكر أن الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة. قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيك إن الاستثمارات الإجمالية في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا الذي تقوده الشركة بلغت 15 مليار دولار. وتنوي نوفاتيك إتمام صفقة بيع 9.9% في مشروع يامال إلى صندوق طريق الحرير الصيني خلال أسابيع. تجتمع هيلينيك بتروليوم أكبر شركة يونانية لتكرير النفط بمسؤولين إيرانيين لبحث استيراد الخام من إيران بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. وكانت هيلينيك بتروليوم مشتريا كبيرا للخام الإيراني الذي شكل نحو 20% من إجمالي واردات الشركة من النفط الخام قبل فرض العقوبات في 2011. تشكل السعودية أكبر دول الخليج تصديرا للمواد البلاستيكية مستحوذة على 13 مليون طن من المنتجات البلاستيكية التي تصدرها دول الخليج للمنطقة والبالغ نحو 20 مليون طن بحسب أرقام جيبيكا لعام 2015. المعرض السعودي للتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية عكس واقع هذه الصناعة في المملكة والذي شهد حضورا كبيرا للشركات العاملة في هذا المجال. تميز هذا المعرض السنة بوجود 520 شركة من 24 دولة بزيادة نسبتها 30% عن المعرض العام الماضي الذي كان يقام بجدة، وتميز بزيادة عدد دول ما يعدل 25 ل 35% من عدد الدول المشاركة. يتميز هذا السنة بوجود 24 دولة رسمية، 24 دولة للأسف من 10 دول رسميين يتميزون بمنتجات جديدة بجميع القطاعات البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف. وترى الشركات المتواجدة في هذا المعرض فرصة لتعريف الزبائن والمستهلكين بآخر ما لديها من منتجات وتقنيات متطورة لإنتاج وطباعة المواد البلاستيكية. عندنا في المملكة الحقيقة تركيز كبير على مصانع البلاستيك المختلفة، وفي منتجات جديدة أيضا قادمة جديدة للسوق رايح تثري السوق وتوفر فرص صناعات تحويلية جديدة مختلفة كليا، وهذا ما في شك أنه دافع للنمو في المملكة وفرصة ممتازة جدا للمستثمرين المختلفين. مستقبل المواد البلاستيكية مستقبل واعد بحكم أن اللقيم متوفر في السعودية، وقد تكون هي من أقوى الدول التي لديها مادة اللقيم، ونسبة المملكة العربية السعودية ودول الخليج في المبيعات في العالم في نمو متزايد. ويؤكد المشاركون في المعرض أهمية تطور الصناعات البتروكيماوية في السعودية
خاصة أنها تمثل داعما أساسيا للصناعات البلاستيكية. تعتبر الصناعات السعودية البلاستيكية ترى من الصناعات المتقدمة، وذلك لاستخدامها طبعا أكثر التقنيات الحديثة والمتطورة، وأيضا الحلول المبتكرة الجديدة الآن اللي تقدمها الصناعات البلاستيكية في المملكة العربية السعودية. وشهد المعرض أيضا مشاركة عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في البلاستيك وصناعاته. يزهر هذا المعرض بإنتاج مختلف السلع والمنتجات البلاستيكية والتي نستخدمها في حياتنا، وأيضا ما يحتاجه قطاع الأعمال في هذا المجال، وهو ما يؤكد على تطور صناعة البلاستيك والتغليف والطباعة الخاصة بها في المملكة. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إذا كان هذا هو جانب من المعرض السعودي للتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، وقد حظي بمشاركة كبيرة من شركات إنتاج المواد الأولية للبلاستيك ومعدات الطباعة الخاصة بهذه الصناعة. معي من الرياض السيد عمر ناصر راجح، عضو اللجنة الوطنية للبلاستيك. سيد عمر، مساء الخير وشكرا لوجودك معنا. كيف ترى صناعة البلاستيك في المنطقة وفي السعودية على وجه التحديد، وإلى أي مدى من الممكن أن يكون وضع هذه الصناعة أفضل مما هو عليه الآن قياسا على المحتويات في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصناعة هو الخيار الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. القيادة في الدولة اتخذت هذا كشعار، أنه الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي، وإحنا دولة منتجة للنفط، وبالتالي تطبيق مفهوم دعم سلسلة الفائدة، فائدة القيمة المضافة من خلال تصدير المنتجات كمنتجات نهائية بدلا أنها تنتج تصدر كتصدر كمنتجات نفطية. هذا المفهوم اللي بنت عليه الاستراتيجية، وبالتالي هناك توجه قوي جدا لدى الدولة من لدعم المصنعين المحليين، وإنشاء مؤخرا عدد من الهيئات ومن ضمنها هيئة الصادرات الصناعية لدعم هذا التوجه لدى الدولة. لهذا احنا نعتقد بانه المستقبل صناعة المواد البلاستيكية والبتروكيماوية مستقبل واعد جدا، ووضعنا في السعودية وضع منافس، واحنا نحظى لله الحمد يعني بشريحة جيدة في السوق. احنا نشكل حوالي 65% من الصادرات للمنطقة من خلال المنتجات السعودية. فيظهر بأنه التوجه لدى الدولة واضح جدا، ونحن الصناعيين نعول يعني كثيرا على هذه التوجهات وهذه الاستراتيجية، ونعتقد إن شاء الله أن المستقبل واعد في هذا المجال. جيد. سيد عمر، دعنا نتحدث عن التحديات التي تواجه هذه الصناعة في المملكة. الآن أنت تعلم أن هناك رفع مثلا في أسعار الطاقة، إلى أي مدى يؤثر يؤثر ذلك على تنافسية الصناعة على أسعارها؟ نعم، وبكل تأكيد رفع تكلفة الطاقة راح يؤثر على عدد يعني من المصانع الوطنية، وحتى أعلنت عدد كبير من المصانع بأنه راح يكون حجم الأثر ما بين 5 و10% حسب كل نوع من أنواع الصناعات وحسب كل منشأة. ولكن بالرغم من ذلك، الانخفاض أسعار البترول قد يعني يدعم أيضا وضعنا التنافسي في السوق. حتى الآن رؤيتنا للسوق أنه ما زال السوق جيد، وضعنا التصديري ما زال جيد، لا نرى بأنه هناك راح يكون هناك أثر كبير لهذه الارتفاع في التكلفة على المستقبل المنظور. نعم. ما هي الأسواق التي تستهدفها المنتجات البلاستيكية في المملكة يعني؟ وإلى أي مدى ترى الإقبال على المنتج السعودي في الأسواق المجاورة أو حتى العالمية سيد عمر؟ نعم، أنا أعتقد أن التجربة السعودية تجربة فريدة. كثيرا من الدول الصناعية عندما بدأت صناعاتها بدأت
بصناعات ليست بجودة عالية، وكانت تستهدف بعض الأسواق في العالم الثالث. الصناعة السعودية على عكس من ذلك بدأت بجودة عالية جدا، واستهدفت أسواق دول متقدمة في مجال الصناعات البتروكيماوية. وأنا أضرب على سبيل المثال أوروبا، يعني أغلب المصنعين الوطنيين يصدروا لأوروبا بأحجام كبيرة جدا. فهذا يوضح فعلا اختلاف السوق السعودي عن غيره من الأسواق الأخرى. أنا أشكرك ضيفي من الرياض السيد عمر ناصر راجح، عضو اللجنة الوطنية للبلاستيك، شكرا جزيلا لك. لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من CNBC عربية، فيها بعض الفاصل. نافذة على القطاع العقاري الكويتي نفتحها اليوم في جلسة الأعمال. كشفت وكالة موديز لتصنيف الائتماني عن أن تراجع المبيعات العقارية في الكويت سيؤثر على حجم أعمال وأرباح البنوك العاملة هناك، إذ سيؤدي هذا التراجع إلى زيادة المخاطر الائتمانية للبنوك التي ترتبط 40% من ضماناتها بالقطاع العقاري. الانخفاض الكبير في أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية فضلا عن التقلبات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، كلها عوامل ألقت بظلالها على مجمل اقتصادات دول الخليج بمختلف قطاعاتها، مؤدية إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي لهذه الدول. لم يكن القطاع العقاري في الكويت أفضل حالا من غيره، فقد كان للظروف الراهنة أثر بالغ عليه، لتثار تساؤلات عدة حول الانعكاسات المحتملة لتراجع نشاط هذا القطاع على المصارف العاملة في الكويت. وقد أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها إلى أن تراجع المبيعات العقارية في الكويت قد يرفع من المخاطر الائتمانية للبنوك التي ترتبط بالعقارات من خلال الضمانات في الوقت الذي تشكل فيه العقارات ما نسبته 40% من ضمانات هذه البنوك. إلا أن موديز أكدت أن البنوك الكويتية الآن في وضع جيد لتحمل التدهور المحتمل في سوق العقارات، وأن هذه التحذيرات تندرج تحت بند المخاوف، إذ أن الشركات العقارية في الكويت استطاعت تحقيق أرباح إجمالية بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015. ليبقى السؤال الذي يطرحه المهتمون بهذا الشأن هو ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في طريقها إلى العودة إلى سابق عهدها، أم أنه قد أصبح من الواجب التكيف مع هذه الظروف؟ تنفذ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان. تأتي الزيارة لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتواصل المباشر مع الجهات النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الأردني ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة وما إلى ذلك من هذه الأهداف. سعيد أن يكون معي هنا في الاستوديو عطوفة هناء عريدي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. اسمح لي أولا أن أرحب بك معنا في هذا البرنامج جلسة الأعمال، نجلس إليك ونستمع إلى ما تقومون به من أعمال، ونلحظ بأنكم مؤسسة لدعم المشاريع تركز بشكل مباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبهذه الكثافة، لماذا؟ حقيقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العماد الأساسي للاقتصاد الأردني، وهي الطبيعة الخاصة بهاي المشاريع في كل اقتصادات العالم، وحاليا صار في زخم عالي لدراسة هاي الشرائح من القطاع الخاص، احتياجاته، أولوياته، كيف تستعمله ليدعم القطاع الخاص بشكل عام، دوره في سلاسل القيمة، دوره في الترابطات إن كانت على المستوى الوطني، ترابطات الصناعة والخدمات، والترابطات على المستوى العالمي لما نحكي بالشركات اللي جاهزة للتدويل وجاهزة للتصدير.
احنا في الأردن 98% من المنشآت الاقتصادية عندنا بتدخل بالشريحة اللي احنا بنسميها شريحة الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. التعريف العالمي بهذا الموضوع بيركز طبعا على عدد العمالة بهاي المشاريع، ففي التعريف اللي تقريبا الكل متفق عليه انه هي المشاريع اللي بتوظف من شخص ل 100 او ببعض البلدان لغاية 250 شخص. كان هذا واحد من أهم العناصر اللي هلأ عماله يصير عليها تطوير وتحديث. اليوم مع التقدم التكنولوجي، مع وجود الأتمتة، مع وجود القدرات الكبيرة للأشخاص والماشينز والسوفتوير اللي موجود ليدعم الأعمال، بلشنا نشوف أنه بالفعل صارت المنشآت ما نقدر نقيمها على أنها قديش فيها عدد عمال بيشتغلوا فيها. صار التقييم تبعها على إيش العنصر التكنولوجي اللي بتستعمله، إيش الأداء تبعها، قدرتها على التصدير. هي من أهم الأشياء اللي إحنا كأردن ويعني بحسب الممارسات العالمية الكل عم بيركز عليها. صحيح. المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهي تحت إدارتكم الآن يقودني ذلك الحديث عن العلاقة، هي مؤسسة مستقلة بطبيعة الحال، للعلاقة بين القطاع العام والخاص من خلال هذه المؤسسات. نعم، هي نموذج للتشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأردن تحديدا. هي مؤسسة حكومية بحتة، تمويلها بيجي من الحكومة الأردنية، ولكن مجلس الإدارة تبع هاي المؤسسة مكون من 70% قطاع خاص و30% من القطاع العام اللي له علاقة. فعلى سبيل المثال برأس المؤسسة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، وبجلس بمجلس الإدارة طبعا ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التخطيط، ممثل عن وزارة الزراعة. بس بكل قطاع إنتاجي في الأردن، مثلا غرف الصناعة وغرف التجارة واتحاد المزارعين، في ممثلين لإلهم بمجلس الإدارة. بهاي الطريقة بيصير عنا تكامل نوعا ما، بيصير عنا معرفة أول بأول إيش الاحتياجات، وين التحديات، كيف ممكن إنه إحنا نعمل برامج متخصصة لخدمة هاي القطاعات الإنتاجية. فإحنا مؤسسة عريقة، من 72 كان تأسيسنا، بلشنا بإنه إحنا مؤسسة مراكز تجارية وتركيزنا كان ترويج، ومع تطور الوقت واحتياجات القطاع الخاص تحديدا أصبحنا مؤسسة بتركز على تطوير المشاريع الاقتصادية. لنا علاقة طبعا مع هيئة الاستثمار، لنا علاقة مع الجمارك، لنا علاقة مع مؤسسات المواصفات والمقاييس. أي شيء من الأعمال أو بيئة الأعمال صحيح اللي بتخص القطاع الخاص إحنا لنا علاقة. أصبحتم شريك في مسألة النمو الاقتصادي في الأردن. نعم. بطبيعة الحال وشريك أصيل. على ذكر النمو في الأردن، حدثيني عن النمو في الأردن الآن. نعم. وعلى ماذا التركيز؟ نعم. بشكل عام النمو الاقتصادي إحنا أرقامنا بتقول بنتوقع نمو اقتصادي بحدود 2.9%. هذا بشكل عام على مستوى الاقتصاد الكلي. على مستوى الاقتصاد المحلي طبعا في تركيز كبير على التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن. الأردن في 12 محافظة، كل محافظة لها خصوصية، في لها تنوع بيئي بخدمها، طبيعة الناس اللي فيها عندهم مهارات بقطاعات طبعا من وحي المحافظة اللي هم فيها. فدورنا هلأ إحنا كمؤسسة وتحديدا من يوم ما إحنا بلشنا ندير وننفذ أعمال صندوق تنمية المحافظات، وهي مبادرة ملكية سامية أطلقت ب 2011 على أساس أنه يكون في تسهيل للحصول على التمويل المنافس لأصحاب الأفكار الريادية، للقطاع الخاص اللي بيحب يتوسع بأعماله، للمستثمر المحلي قبل المستثمر الأجنبي. ولكن إحنا منشجع الاستثمار بكافة يعني أنواعه، إنه يستكشف الفرص في المحافظات، ينشأ مشاريع اقتصادية ومن خلالها تتطور المنطقة ونخلق فرص عمل. إحنا من أكبر التحديات اللي عندنا في الأردن موضوع خلق فرص العمل، وخلق فرص العمل يعني المستدامة واللي إلها نوعية
نوعا ما بتتفاعل مع الموارد البشرية تاعت الأردن. إحنا الأردن الحمد لله كان في تركيز مستمر على التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني. إحنا رأس مالنا بالفعل هو الإنسان في الأردن، فهذا الإنسان لازم أنت تهيئ له كل الفرص اللي بتلزمه على أساس يخلق فرصة العمل لنفسه من خلال التشغيل الذاتي، وبعدين يصبح ريادي وينشئ منشآت وإنه قادرة تكبر وتنمو. نعم. فهذا دورنا إحنا. ونشتغل طبعا، ما بنشتغل بمعزل عن نعم. عن البيئة بشكل عام. في إلنا علاقة مع البنوك، في إلنا علاقة مع كل طرف له دور في موضوع التنمية الاقتصادية. نعم، أنت لما تستثمر في الإنسان لا خوف عليكم. أخيرا سيدة هناء، حدثيني عن هذه الزيارة التي تقومون بها في دول الخليج، إلى أين وصلتم؟ ما هي نتائجها حتى الآن؟ الزيارة بدأت من يوم الأحد، وهي تمت بالتنسيق مع أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي اجت ضمن الإطار التنفيذي لكل التوصيات اللي لما هاي اللجان عمالها تجتمع. دائما التوصية تحسين في العلاقات الاقتصادية، التنسيق، التفاعل المشترك. فهاي مبادرة تنفيذية. زرنا قطر وزرنا سلطنة عمان، واليوم إحنا بالإمارات لكم يوم. الهدف منها إنه نتعرف على المؤسسات الرديفة اللي بتركز على نفس مجال وقطاعات الأعمال اللي إحنا بنركز عليها. موضوع تبادل الخبرات، الدروس المستفادة من تجارب كل دولة، البيئة القانونية والبيئة المؤسسية اللي بتحكم أعمالنا، هي المواضيع الأساسية تبعت الحوار اللي عمالنا نحكي فيه. لما نتعرف على بعض بهاي الطريقة، وبرامجنا التنفيذية والخطط اللي كل جهة عمالها تشتغل عليها، هاي بتهيئ فرصة لإلنا إنه نلاقي مشاريع بنقدر نتفاعل عليها مع بعض. بتكون مشاريع مشتركة، بيكون مشاريع ممكن تخلق تجربة لكل طرف إنه يستفيد منها. فالغاية طبعاً إحنا علاقاتنا دائما مميزة، الغاية إنه نمكن هاي العلاقات، نفعلها وتأخذ دور تنفيذي وعملي أكثر. عطوفة هناء عريد أريدي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، شكرا لوجودك معنا، وشكرا على كل هذه المعلومات الضافية. نتمنى لكم دوما التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إلى ذلك، أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.4% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014. وأدى هبوط سعر برميل النفط عالميا إلى انخفاض تكلفة استيراد الأردن للمشتقات بعدما عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين. أبدت هيركن شينت الألمانية المتخصصة في حفر الأنفاق استعدادها للمشاركة في مشروعات يتوقع أن تطرح إيران مناقصاتها بعد رفع العقوبات الدولية. وهذه الشركة سبق أن نفذت مشروع مترو طهران في التسعينات، وهناك مشروعات سيطرح الإيرانيون مناقصاتها إذا حصلوا على أموالهم المجمدة، وستتقدم لهم كثير من الدول بالعروض. إذن كان هذا هو كل ما لدينا في هذه الجولة من جلسة الأعمال. جلسنا إلى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في الأردن، ووقفنا على خططها ومشاريعها بجانب الكثير من الأخبار، وتطوفنا في معرض البلاستيك في المملكة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، منتج هذه الجولة علي فتوح، مخرجها سلمان زين الدين. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية زين.